السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة، اليوم إن شاء الله معانا المحاضرة السابعة من محاضرات برنامجنا الهندسي الهيكراس. هاي المحاضرة إن شاء الله راح نتعلم نسوي بير فاونديشن. طبعا قبل ما نبلش في المحاضرة طلاب، ما أنسى أوصيكم أن تسوون سبسكرايب للقناة، تدعون كل زملائكم القريبين من الاختصاص ممكن يستفادون من عدها، وأيضا تفعيل جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل فيديو ينزل جديد في القناة. نرجع طلاب محاضرتنا لهذا اليوم. محاضرتنا لهذا اليوم بتتكلم شلون انا اسوي بير فور براج. ديج المحاضرة رقم 6 تعلمنا شلون انه انا اسوي براج باستخدام الهيكراس. اليوم راح نتعلم نسوي البير فور براج. طلاب البير هو نوع ان احد انواع الفاونديشن، يستخدم هذا النوع او هذا النوع من الفاونديشن جست لايك بايلز لما يكون البراج موجود بالماء بالضبط، فيتحمل سيديمنت ديسكورينج. فهذا طلاب احد انواع الاسس تاخذون ان شاء الله بماده الاسس. after raft foundation البايل هو البير فاونديشن طلاب. فان شاء الله اليوم راح نتعلم شلون احنا ننفذه او نسوي باستخدام برنامج الهيكراس. نبلش طلاب، نروح على برنامجنا الرئيسي، نفتحه، نختار احد انواع الفايلات اللي انشاناها سابقا طلاب، open project كان يكون river. اوكي بريس اوكي. انفتح طلاب، تشوفون امامكم انفتحت بيانات هذا الملف اللي احنا مسوينه سابقا. راح نرجع على edit geometric data. طلاب هذا اللي نفذناه بالمحاضرة السابقة، مثل ما تلاحظون هنايا انه هذا كان عندنا river، بهذا الكروس سكشن كان على طول المقطع النهر او مقطع الشنل، وهنايا كان عندنا طلاب جسر او براج. اليوم راح نسوي هذا البراج اللي عندنا بير فاونديشن، الفاونديشن اللي اسمه البير فاونديشن. ونرجع نقول هذا احد انواع الاساسات اللي يستخدم بالضبط لما تكون انواع الجسور قائمه فوق سطح الماء. فراح نطلع هسه نختار هذا الخيار اللي هو edit براج or culvert. after this راح تطلع لك هاي الكروس سكشن اللي انشاناها سابقا طلاب، اكبر لكم اياها حتى تشوفون. هذا الاوت ستريم، هذا الداون ستريم للبراج، وهنايا بوقتها حددنا التوب رود واللو رود بالنسبه للاوت ستريم والداون ستريم. فنختار هسه البراج ديزاين، بوقتها كملنا فقط الجزء الاعلى اللي هو من البراج ديزاين اديتر. هسه نكمل الجزء الاسفل اللي هو البير، مواصفات الاساس بالنسبه للبراج. نرجع طلاب نمبر اوف بيرز، اكيد نختار 2. نعطيكم فد تمثيل او واقع تمثيل طلاب، هياته تشوفون امامكم هذا البراج المقطع الطولي من الاعلى just like this، نقصد بها احنا هنايا هاي تشوفونها هاي من التوب فيو. نرجع طلاب هسه تلاحظون هنايا انه هاي المسافة البير ويدث، هاي الطلاب هذا العرض المقطع او الدايميتر مالته. هنايا البير سنتر لاين سبيسنج، هاي المسافة من السنتر للسنتر بين كل 2 ماشي طلاب، فهي ترى راح نجي ننفذها. نرجع هسه الى جيومتريك داتا براج، نختار براج ديزاين، فراح نكمل ذني نمبر اوف بيرز 2 ابستريم اكس اس ستارتنج ستيشن. منين يبلش طلاب؟ نرجع هنا يا طلاب مثل ما تلاحظون منين نختاره يبلش، هنايا من وين اي مكان. هذا طلاب هذا الابستريم فوق الداون ستريم هنايا، فراح نبلش مثلا هسه هنا بالنسبة للاثنين ده تمشي مثلا 2.2 2.4 2. كذا فراح نقول يبلش الأب ستريم والداون ستريم من 2.4، فراح نختار 2.4. الداون ستريم هذا موجود نفس الشي جوا، فراح نبلشه من 2.4 حسب رسوماتكم طلاب وحسب الستيشنات اللي عندكم. نرجع الداون ستريم after this هنا نختار 2 number of pairs 2.4. after this ديتم عندك طلاب السنتر لاين، البير سنتر لاين يعني المسافة بين كل 2. هسه البير ويدث خلينا نثبتها مثلا 0.5، هنا مثلا خلينا نختار 1.5. خلينا نجرب ونشوف ميك بامكاننا انه نغير بيهن ميك بيرز. هسه طلاب راح نغير، هنا كان عندنا المسافة او البعد جدا عالي 0.5. after this we can choose طلاب هنايا مثل ما تلاحظون امامكم هسه، بس خليني اذن لكم هنايا طلاب تلاحظون طلاب number of pairs 2 هي مثل ما تلاحظون بالابستريم موجود وبالداون ستريم.
الابستريم او الداونستريم ستارتنج ستيشن من مين يبلش طلاب؟ فانا قلت له بلش من هذا المكان بالضبط 2.4 بالنسبه انهم اثنيناتهم حتى يطلع تقريبا سيمتريك او متماثل. افتر ذات الداونستريم نفس المسافه، البير سنتر لاين طلاب هي المسافه من السنتر الى السنتر فاختاريناها 1. افتر ذات البير ويدث اذا يختار عرض المقطع او عرض البايل بالنسبه للبير فقلنا اختاره هو 0.2. بعد ذلك تقولوا له ميك سبير، اوكي تمام طلاب هي امامكم طلعت بالنسبه للاب ستريم وبالنسبه للداون ستريم. افتر ذات تقولون كلوزس نغلق بالضبط البير. نرجع طلاب هنا هسه افتر يقول لك هنا طلاب طبعا البير داتا الفيشن اللي هو تلقائيا انطاك اياهن شقد البير ويدث شقد الاليفيشن ثبتها شقد الورث ايضا لانه دي ينطيك كل معلومه خاصه بيها. نرجع طلاب after this we can say file. نرجع على البرنامج الرئيسي قائمة برنامجنا الرئيسي راح نختار شنو نقول لطلاب نختار هنا عملية التسييف او عملية التحليل study flow analysis تمام نقول له complete راح انه يبلش يسوي لنا complete للبرنامج. ها طلاب اكمل complete قل له closes. هسه راح نختار نغلق هاي طلاب راح نبلش طلاب بتلاحظون امامكم هنايا هاي امامكم هنا طلاب البروفايل بلوت هنايا البير فاونديشن تمثل طلاب خلينا نشوفه بالمقطع الطولي يكون لكم افضل بالضبط. هسه راح نشوف بالمقطع الطولي نلاحظ شلون انه نكمل طلاب مثل ما تلاحظون بعد ما كملنا عملية البروسيسنج بالنسبة للبرنامج هسه راح نجي نوضح الداتا اله طلاب طبعا هذا هو هنايا البراج تشوفون سوينا له بير فاونديشن فراح نبلش طلاب هسه اول ما نبلش بالمقطع الطولي اول بروفايل الكروس سكشن طلاب مثل ما تلاحظون كان بالرسم السابق فقط البراج هسه هنا تلاحظون انه البير فاونديشن اصلا ايضا تمثل ومثل ما تعلمنا من الجراوند اليفيشن انه الجرافت اليفيشن الجراوند اليفيشن كلهم واضحات امامكم طلاب وبدا يتمثل هنايا بالصور وبالارقام وهنا ايضا دا ينطيك المؤشر لهم هاي الكروس سكشن بالنسبه للشانلز. افتر ذيس بامكاننا ان نختار طلاب هنا دا يمثل لك البروفايل بلوت ايضا هنا البراج هنا البير تلاحظون انه نازل الى الاسفل او الى قعر النهر او الشانل. افتر ذيس طلاب بامكانكم ايضا تمثلون المقطع الطولي هنا الاكس واي زد بريزيفيكيتد بلوت طلاب بتلاحظون هنا شوف هنا بالرسم السابق كان فقط تمثيل للبراج فاونديشن هنا نلاحظ ان نزوله كان للاسفل انه كمل البير فاونديشن بامكانكم ايضا تشوفونه من جهات ثانيه هاي الطلاب او بامكانكم انه تدورونه as you like بزاويه 30 غيرها انه تدوره 180 درجه فهي طلاب مثل ما تلاحظونه امامكم هنا دي يصير وكانه ان شاء الله على المحاضره السابقه راح نتعلم شلون دي ياثر السكورنج والسيديمنت بالموضوع فطلاب مثل ما تلاحظون امامكم ان شاء الله اليوم بينا كل هاي الخطوات وعرفنا شلون نقدر او نمثل هذا النوع من البير فاونديشن امامكم طلاب باستخدام هيات طلاب امامكم شلون نمثله باستخدام برنامج الهيكراس. شكرا جزيلا ونلقاكم الى محاضره اخرى دمتم بامان الله وحفظه.